السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. الشاسيه ده يا جماعة جهالي شاسيه صيني، ده شاسيه صيني جاي من عند واحد فني تبعنا يعني صاحبي. دارت الباور فيها شورت، دارت الباور فيها شورت، هو عمل بدع في الشاسيه معرفش يطلعها، يعني غير الدرجات وغير الاستقار أو الترانزستور بتاع الباور وغير حاجات كتير، وبرده القفلة أهي موجودة مع الشورت موجود معاه. يعني معروف إن المكثفات السيراميك زي دي كده هي اللي بتعمل شورت، تمام؟ والمكثفات الزرقاء ديت ممكن تعمل شورت، والبفات ديت ممكن تعمل شورت، اما المكثف ده يعمل شورت بقى نادر جدا اللي هو يعمل شورت، تمام؟ طيب احنا هنجيب الافوميتر على ورق الجرس، تمام؟ لو انت جبت اي مكثف عادي دلوقتي، اي مكثف سليم اهو 450 فولت على 22 مايكرو، هتسمع جرس صغير، خد بالك كده. هنجيب على ورق الدايود، لو عكست الاقطاب كده خد بالك جرس صغير كده واختفى، تمام؟ لو عكست تاني هيديك برضو جرس صغير واختفى، تمام؟ ده عشان الميكرو بتاعه قليل شوية. طيب لو هجيب 1000 فولت مثلا اهو كده، يشحن ثواني وروح، يشحن ثواني اهو، شوف عشان عكس الاقطاب هيطول شويه لنيل 1000 ميكرو، وبرده اختفى جرس واختفى، تمام؟ اما الاخ ده بقى شو عامل ايه؟ اصفار يعني شورت. القفله جايه من ده، وطبعا حيرته عشان هو مبتدئ وعمره ما يوصل له، لان عمره ما هيشك فيها، المكثف سليم وحالته حلوه وشكله حلو، تمام؟ بس مش مفرقع ولا اي حاجه، وبرضه عامل شورت اهو، شورت خالص. ده كل ما غير فيوزه تضرب، كل ما غير فيوزه تضرب، غير الدايودات، تمام؟ فدي معلومه حبيت اوصلها لكم، ان المكثف ده نادر جدا ان هو يعمل شورت، وعمل الحمد لله يعني صادف معايا ولقيت مكثف كبير عمل شورت، تمام؟ يا رب تكون معلومه سريعه. شكرا على فيديو ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.